وأشاد رئيس مجلس النواب بموقف الشعب المصري ومؤسساته الإعلامية تجاه الأحداث في غزة، مما أحدث تغييرا جذريا في الرأي العام العربي والدولي تجاه حقيقة القضية الفلسطينية. كما أشاد بدور الإعلام في تناول القضية الفلسطينية على نحو أسهم في تعزيز العمق المعرفي لدى المتابعين تجاه القضية. إن مجلس النواب لا يمكنه أن يغمط الشعب المصري ومؤسساتنا الإعلامية الوطنية حقهم تجاه الأحداث في غزة، حيث استطاع الشعب المصري من إحداث تغيير جذري في الرأي العام العربي والدولي تجاه حقيقة القضية الفلسطينية ودفع الكثيرين في كل أنحاء العالم لإعادة النظر في مواقفهم تجاه تلك القضية، بينما استطاع الإعلام المصري العام والخاص من كسر النمطية وتحدي التابوهات في تناول القضية الفلسطينية، وسعى نحو تغطية إعلامية فريدة